واحد، استمرار صندوق المعاشات في تحقيق عجز يتمثل في زيادة مصروفاته عن إيراداته منذ عدة سنوات، وقد بلغ العجز المحقق عن عام 2017 مبلغ نحو 222 مليون جنيه، يعني هو 221 مليون 700 وشوية، فبنقربها. ويرجع ذلك للآتي: ألف، قيام الصندوق بتمويل شراء أراضي وإنشاء مباني يتم استخدامها كمقرات للنقابات الفرعية والأندية بالمحافظات المختلفة، بلغت جملتها نحو 200 مليون جنيه دون تحقيق عائد مجزي مقابل ذلك، حيث بلغت العوائد المحققة عنها عام 2017 مبلغ نحو 1,910,000 جنيه مقابل تحمل الصندوق بقيمة إهلاكاتها، والتي بلغت عن العام المذكور مبلغ نحو 2,900,000 جنيه بزيادة عن الإيرادات المحققة بمبلغ نحو 1,000,000 جنيه. ب، زيادة قيمة المعاشات المنصرفة للأعضاء والورثة عام 2017 بمبلغ نحو 124 مليون جنيه عن المنصرف عام 2016. ج، قيام الصندوق باستثمار مبالغ بلغت جملتها نحو 127 مليون جنيه في شركات شقيقة وتابعة ومتاحة للبيع دون تحقيق أي عوائد عنها خلال عام 2017، فضلاً عما تبين من تحقيق البعض منها خسائر خلال العام. الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في السياسة المالية المتبعة بالصندوق لتحقيق أكبر عائد ممكن عن استثمار أمواله. 2، تضمن حساب الاستثمارات المالية مبلغ نحو 12,970,000 جنيه قيمة 12,970,000 جنيه قيمة استثمارات الصندوق في مصنع كفر ربيع بنسبة 100%، والذي تم شراؤه من البنك الأهلي المصري بموجب عقد بيع ابتدائي منذ ما قبل عام 2007. وقد تبين وجود رهن لصالح البنك العقاري المصري ضد أحد ورثة الملاك الأصليين للمصنع، والذي آلت ملكيته للبنك الأهلي المصري بموجب عقد بيع ابتدائي أيضا، الأمر الذي قد يعرض أموال الصندوق المتمثلة في ذلك الاستثمار للضياع، فضلا عما تبين من عدم استفادة الصندوق من هذا المصنع وتشغيله لتحقيق عوائد عنه حتى تاريخه. 3، استمرار الصندوق في تحصيل رسم تنمية الموارد بوقع 5 أمثال الاشتراك السنوي بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة بتاريخ 6/3/2013، وذلك دون سند من قانون إنشاء النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، وكذا لائحة النظام الداخلي للنقابة. وقد بلغت جملة إيرادات الصندوق عن ذلك الرسم مبلغ نحو 30,128,000 جنيه.